اليوم احنا كنتواجدوا امام البرلمان وحضرت كباقي نائبه النواب باش ندخل الجلسه اللي هي مختصه للاسئله الشفويه، فاذا بي افاجئ في الباب بالمنع ديال الدخول، وهذا يعني ما كاين حتى شي قانون اللي هو كيسمح باش تمنع واحد النائب ونائبه باش يدخل البرلمان. فانا جبت معايا لو تيست بي سي ار نيجاتيف، ولكن رغم هذا ما قبلوهش ورفضوا بان يسمحوا لي باش ندخل. انا كنعتبر هذا الشيء يعني استغلال الحاله ديال الطوارئ ومن اجل ضرب الحقوق والحريات ديال الناس، لان اليوم ما كيخفاش عليكم هناك الحق في الصحه اللي هو مهدد، لانه حتى حاجه ما كاينه وحتى شي قانون حتى دولي من هذوك اللي وقع عليهم المغرب ما كيعطي الامكانيه لاي دوله باش تفرض الاجباريه ديال التلقيح، وهي اليوم كتفرض اجباريه تجاوز التلقيح باش تفرض عبرو اجباريه ديال التلقيح على المغاربه، وحنا ما عندنا حتى شي دراسات علميه مغربيه ما عندناش المعلومه، كاين واحد الشح في المعلومات ما كيقولوا لنا حتى شي حاجه، المغاربه كيقول لهم درتوا الجرعه الثانيه خصكم الجرعه الثالثه، وحنا قلنا واش هذا جواز التلقيح ماشي هو باش يدفعوا المغاربه باش يمشيوا يتلقاو هذه الجرعه الثالثه، وحنا بغينا نعرفوا المعطيات على الجرعه الاولى والثانيه والثالثه ونشوفوا هذا الشيء واش الدوله المغربيه يعني عندها شي خطه عندها شي استراتيجيه باش تحافظ بالفعل على صحه المواطنات والمواطنين، علما انه واحد العدد الناس عندهم حساسيه ما يمكن لهمش يكون عندهم جواز، واحد العدد الناس مرض بامراض اخرى ما يمكن لهمش يتلقاو التلقيح ما كيمكن لهمش اليوم يدخلوا حتى المستشفيات باش يداووا، واحد العدد الطلبه وديال التلاميذ منعوا من المدارس ديالهم، واحد العدد ديال الناس في العمل ديالهم كيقول لهم يا اما تجيبوا الجواز ولا تخرجوا في حالتكم، اذا كاين تهديد بالتسريحات بالجمله، وهذه الحكومه يلاه جابتنا واحد البرنامج كتقول غادي نخلق مليون فرصه ديال الشغل وهي غادي تؤدي الى فقدان مليون اخرى. الشعب كان كينتظر انه يكون هناك انفراج ويكون هناك واحد اعاده بناء الثقه ويكون هناك واحد التعاقد جديد باش يمكن لنا نحافظوا على الحقوق والحريات ونستمعوا للمطالب المستعجله ديال الناس باش يمكننا نقلصوا من الفوارق المجاليه والاجتماعيه. الشعب ما كانش كينتظر ارتفاع الاسعار، الشعب ما كانش كينتظر انه نبقاو غاديين في التسريح ديال الاسعار ديال المحروقات، الشعب ما كانش كينتظر بانه غادي تفرض عليه فرضا الدوس على 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 الدستور وعلى القوانين باش نركعوه، الشعب ما كانش كينتظر بانه هاد الحكومه اللي طلعت غادي تفرض عاوتاني خصصه اكثر وغادي تفرض مديونيه اكثر، وهذا الشيء كله باين. ولهذا اذا كان الغرض هو اننا نرجعوا التلقيح اجباري، فانا كنعاود نذكر المغاربه بان التلقيح لا يمكن له ان يكون اجباريا، واننا خصنا كلنا يعني ندافعوا على حقوقنا وعلى حرياتنا، والا سيتم الدوس عليها بالاقدام، لان اليوم كنشوفوا قرار اللي هو ما عندوش القوه ديال القانون كيتجاوز الدستور وكيتجاوز يعني القوانين اللي وقع عليها المغرب. يعني لنا الحق في اتخاذ كل الخطوات التي سنراها ملائمه للدفاع اولا عن حقنا في ولوج هذه المؤسسه، للدفاع على امكانيه بناء دوله الحق والقانون في البلاد، ولاسماع صوت المغاربه وعلى راسهم الامهات اليوم اللي خايفين على وليداتهم ما باغيش يتلقحوا لان ما عندهمش المعلومه، وهذا الشيء كله غادي نحن ندافعوا عليه بكل ما اوتينا من يعني المجال اللي كيعطي لنا القانون، لاننا حنا الناس كنحترموا القانون، حنا الناس انتخبنا من قبل هذا الشعب بلا تزوير بلا فلوس بلا فساد انتخابي، ولهذا حنا متشبتين بحقنا في اسماع صوت واحد العدد ديال المغاربه داخل هذه القبه، وكنتمناو لانه تواصلنا مع رئيس مجلس النواب ومع بعض النواب يعني النواب ديالو، حتى واحد فيهم ما جاوبنا، وحنا في الباب بغيناهم يجيو عندنا باش يشرحوا لنا ويتكلموا معنا ويقولوا لنا علاش البارح قالوا جواز تلقيح والبي سي ار نيجاتيف واليوم قال لك غير جواز تلقيح، منين جاتهم هذه التعليمات الجديده؟